بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية قطار السعادة. من يجيب على الأسئلة سيركب القطار في الرحلة التي ستدور حول العالم، ومن لا يجيب سيظل في محطة الانتظار. تعال يا عبد الرحمن، توجه إلى السبورة. يا عبد الرحمن اقرأ السطر الأول. يا عبد الرحمن انتبه. أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية ليطمن عليه. ليه؟ ها؟ ليطمئن. اركب يا عبد الرحمن. سائق القطار، سائق القطار الآن الذي سينطلق في الرحلة العالمية. عبد الرحمن انظر إلي. تعال يا نواف. سعيد ممنوع من المشاركة. تفضل اقرأ السطر الثالث يا نواف. عبر الهاتف، هذه الهاتف. خلاص يا عبد الرحمن، عبر هاتفه المحمول يا أبي. كلمة المحمول، ما نوع المد بها؟ واو. اركب. هات الكرسي هنا يا فراس، ضعه في الخلف. أمير اقرأ السطر الرابع يا أمير. لا الرابع. يا عبد الرحمن، ستنزل من القطار إذا أحدثت ضوضاء. اركب يا أمير، ضع كرسيك في الخلف. عبد الملك تعال اقرأ السطر الأخير. اتصل. واطمأن 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 على صحته. تفضل. هات الكرسي هنا، هات الكرسي، هات الكرسي هنا. تعال يا راشد. اقرأ يا راشد. فهد ويا عبد العزيز، إذا تحدثتم مرة أخرى لن تشارك. كان الناس. كلمة الناس يا راشد، شمسية أم قمرية؟ شمسية. اركب. تعال يا ياسين اقرأ هذه الكلمة. يا ياسين ماجد، ما نوع المد بها؟ اركب يا ياسين. هات الكرسي. تعال ده يا عزام، وتعال ده هو. هذا الكرسي، هذا الكرسي. حق ياسين. خلاص. تعال يا فراس. اقرأ هذا السطر كله يا فراس. كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي. الماضي كم مد بها؟ اثنين. ما هما؟ ألف وياء. اركب. هات الكرسي هذا. تعال يا عزام، تعال يا عزام. هات الكرسي هذا يا ياسر. تعال يا عزام اقرأ السطر الثالث. خلاص. الرسائل، ما نوع المد بها؟ ألف. وما نوع اللام؟ اركب يا عزام. عبد العزيز تعال. فهد ودي هات الكرسي هنا. تعال يا عبد العزيز، انت اتركه وتعال. اقرا هذا السطر يا عبد العزيز. الأب كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة. المكتوبة، ما نوع اللام بها؟ قمرية.
وما نوع التاء؟ التاء مفتوحة أم مربوطة؟ مربوطة. اركب فهد. أنا تعال يا فهد. أمير عبد الرحمن تقدم قليلا، تقدم قليلا، تقدم قليلا حتى نتيح مكان. خلاص انتظر انتظر. خلاص خلاص. خلاص اقرأ هذه الكلمة يا فهد. كيف يا عبد الرحمن؟ اركب هنا تعال هنا. البريد، ما نوع المد بها؟ اركب تعال يا أنس. سعيد هذا الكرسي ضعه في الآخر. طيب ما في جوائز الآن. هذه القطار اسمها استراتيجية القطار. اترك الكرسي، خذ يا فهد. ضاغط الخلف. تعال يا أنس، تعال يا أنس. اقرأ هذه الكلمة. هذا الهاتف، دي اسمها الهاتف. الهاتف ها. عبد الرحمن ما اسمها؟ انظر اليها وهجيها قطعه قطعه، مقطع مقطع. ها هيا يا انس. الهاتي في الهاتي في يدي. احسنت. ما نوع المد بها؟ اركب. تعال يا سعيد هات الكرسي ضعه هناك. ياسر تعال يا ياسر. يا ياسر هل سمعت انس وهو يقرا هذه الكلمه؟ ما هي؟ بماذا تنتهي؟ وما نوع اللام؟ اركب يا ياسر. يا سعيد خذ هذا الكرسي ضعه هنا وتعال. يا ياسر هذا الكرسي ضعه هنا. تعال يا سعيد تعال تعال انت. خلاص يا ياسر خذ كرسي راشد ضعه هنا. تعال يا سعيد تعال انت بس. خلاص اقرأ هذه يا سعيد. ما نوع المد بقال؟ طيب ما نوع الهمزة؟ وسط قطع. اركب يا سعيد. تعال يا ماجد خذ يا سعيد هذا الكرسي ضعه في القطار. تعال انت يا ماجد. خلاص لا ولا لا. انت تقدم قليلا. تعال عزام تعال يا ماجد. خلاص يا عبد الرحمن هيا يا ماجد تعال اترك الكرسي وتعال. خلاص اقرأ يا ماجد هذه الكلمة. الهدوء نسمع زميلنا تاني. ما نوع الهمزة في كلمة أحمد؟ قطع أم وصل؟ اركب الان الان. اكتب لها قطار السعادة الذي سيدور في رحلة سعيدة حول العالم. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.